هي كلمة، هي صرخة، ولكن لماذا الآن؟ هل هو لأجل الله؟ أنا أعطيكم الجواب، لا. كل واحد منكم إنما ينتصر لنفسه. ألم يحتذيه الساعي إلا مثالا يحتذيه الساعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الصادقين المؤمنين أجمعين. هي صرخة، هي كلمة حق لكل إنسان، لكل من يقول الله ربي ومحمد نبي ورسولي، لكل من يقول القرآن هو كتابي. هي كلمة، هي صرخة، ولكن لماذا الآن؟ لماذا ليس قبل الآن؟ ربما كنا نعيش الهدوء الذي يسبق العاصفة، ولماذا الآن؟ لماذا الآن؟ التجاوزات زادت عن حدها. إني لأرى الجميع تجاوز الخطوط الحمراء، فهذا سني وذاك شيعي، وهذا درزي وهذا اثني عشري، وهذا جعفري وهذا أباضي، وهذا سلفي وهذا وهابي. من أنتم؟ أعرف الجواب منكم جميعا. من أنت؟ أنا الإنسان، أنا المسلم، أناديكم، هي صرختي لكم وإلى كل من يتكلم باسم دين الإسلام أو باسم القرآن أو باسم حديث أو رواية. ماذا أنتجتم؟ حوار هنا، نقاش هناك، مناظرة هنا، وجدال هناك، وماذا بعد؟ نستمع إليكم جميعا، وكيف نراكم؟ هل سألتم أنفسكم يوم من الأيام كيف ينظر الناس إليكم؟ تتكلمون، تتحاورون، وكل واحد منكم يجمع الأحباب والأصحاب من هنا ومن هناك، ودعم من هنا ومن هناك، ولكن لماذا؟ لأجل من؟ هل هو لأجل الله؟ أنا أعطيكم الجواب، لا. كل واحد منكم إنما ينتصر لنفسه. لم نرى واحدا منكم في يوم من الأيام خاضع لقول الحق أو صدق دليل قدمه الطرف الآخر. كل واحد منكم يفرح بما لديه فقط. هل نحن شعب الله المختار؟ كلمة مذمومة، أليس كذلك؟ ننتقد بها طائفة أخرى تسمي نفسها شعب الله المختار، والحقيقة نحن نطبقها بأنفسنا على أنفسنا أيضا. فقبل أن ننتقد الآخرين ننظر إلى أنفسنا أولا. وأشد ما يلفت انتباهي عندما نرى شخص يتكلم بالقرآن الكريم، يشرح آيات الله في القرآن الكريم، هذا وذاك وذاك، نقول لهم شكرا، بارك الله فيكم جميعا، ولكن انظروا الطرف المقابل، يأتي بحديث من هنا ورواية من هناك، يبطل القرآن ويحاربون كلام الله. لأجل من؟ ولصالح من؟ ألا يحق للقرآن الكريم أن تخشع له قلوبنا؟ على الأقل هذا الكتاب العظيم أيرد عليه بكلام بشر؟ أيرد على قول الله بقول إنسان أو بشر؟ تعالوا أولا نثبت العرش ثم نبدأ النقش، لكن للأسف نفتقد القواعد الأساسية والشروط الرئيسية. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى المحبة والسلام. لكن أشد ما يؤلم حقيقة عندما ترى إنسان يتفكر يتدبر بآيات الله في القرآن الكريم، تجد فلان أو فلان التهم جاهزة، هذا مدلس، هذا يفسر القرآن على هواه، هذا كافر، هذا خارج عن السنة، هذا منكر حديث. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن. ما هذه التهمة؟ أمركم غريب وعجيب،
تحاربون قول الله بقول بشر. الحقيقة مرة، والواقع الذي نعيشه صعب حتى وصل الحد، تجاوزات أكثر من اللازم على القرآن الكريم، وحرب قائمة على هذا الكتاب العظيم. السنوات الأخيرة نرى فلان يتكلم بالقرآن، وهذا يفسر وهذا يشرح وذاك يذكر الناس بآيات الله، ونرى ذلك الشخص بالثوب واللحية وغطاء الرأس وهو يحارب القرآن بحديث أو رواية ويصحح لها. لماذا؟ ليواجه آيات الله في القرآن الكريم. هل جربنا أن نقرأ القرآن؟ نعم نقرأ القرآن، ولكن هل فهمنا؟ أنا أعطيكم الجواب نيابة عنكم، الجواب لا، لم نفهمه. لو سألنا أي إنسان منكم الآن كم مرة قرأتم سورة الفاتحة؟ آلاف المرات. لو سألناكم ما هي سورة الفاتحة، ماذا تقرؤون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انتظر لحظة قبل أن تكمل، ماذا تعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ ماذا تعني الحمد لله رب العالمين؟ أعرف ماذا تردون. نفس الرد دائما، الحمد لله رب العالمين يعني شكرا يا الله. أهذا هو المعنى؟ أهكذا تفهمون القرآن؟ هل الله يتلو عليكم هذه الآية لتقول له شكرا يا الله؟ شكر الله واجب، لكن في مكانه. عندما الله يأمرك بأمر لا تقول له شكرا، تقول له سمعا وطاعة لك يا الله. وإذا الله عز وجل يذكرك بأحد نعمه قل شكرا يا الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. إلى متى سيبقى هذا الحال؟ ننظر إليكم ونستمع إليكم، نريد كلمة حق، نريد قول الحق، نظهر به الحق ونزهق به الباطل. ولكن للأسف عندما نرى الجميع كل واحد ينتصر لنفسه، والذي لا ينتصر لنفسه ينتصر لطائفته. معظم الأديان في هذه الأرض وجميع الطوائف إذا أردت أن تعرف حقيقتها انظر إلى جرائمها التي تنسب إلى عقيدتها. هذا يقتل، وذاك يسب ويشتم، وذاك يلعن. هل هذا هو دين الله؟ لا، لكن الذين يقرؤون القرآن يتكلمون بالقرآن، عقيدتهم القرآن، دينهم القرآن، هل ترى فيهم قتلا أو سبا أو شتما؟ لا. أستغرب كيف الله يطهرهم من هذا الأمر، ومع ذلك نحاربهم والتهم جاهزة عندنا فورا. أي واحد منهم لا يكون على مزاجنا أو على هوانا أو في طريقنا هو عدونا بأي شكل من الأشكال. لا لا وألف لا، هذه المرة ستكون صرخة قوية، فمن أراد أن يقول الحق فليرفع صوته، ومن أراد غير ذلك فليصمت. وأعود بكم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انتظر لحظة قبل أن نكمل هذه أيضا، ماذا تعني الرحمن الرحيم؟ كلمتين بنفس المعنى؟ أيعقل ذلك؟ القرآن لا يوجد فيه كلمات زيادة أبدا، فإذا لكل كلمة لها معنى، فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وعندما نقرأ مالك يوم الدين لماذا نقول ملك يوم الدين ولا نرفع أصواتنا ولا نقول مالك يوم الدين؟ وهذه الأولى وهذه الأحق والأصوب، لكن ماذا تعني؟ ما المعنى؟ نريد أن نفهم هذه الكلمات، آلاف المرات قرأناها. للأسف الشديد إذا كان فاتحة الكتاب أسأنا الفهم وتجاوزنا الكثير. ماذا لو قرأنا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد؟ انتظر لن أكمل. لماذا أحد؟ لماذا لم يقل قل هو الله واحد؟ لماذا قال أحد ولم يقل واحد؟ ما الفرق بين الكلمتين؟ ما المعنى إذن؟
لابد أن هناك سر من الأسرار. أين المشكلة؟ لو أراد أي إنسان أن يبحث، أن يستكشف، وعندما يكمل الله الصمد. انتظر لحظة، ماذا تعني كلمة الصمد؟ من منكم يسأل نفسه كم مرة قرأتم سورة الإخلاص؟ آلاف المرات، ولكن هل وصلتم إلى المعنى الصحيح؟ هذه لكم، ابحثوا في جميع الكتب، في جميع الكلمات، عند جميع المفسرين. هل عرفتم معنى الكلمة؟ كلكم تقرؤوها، لم يلد ولم يولد، ماذا تعني؟ انتظر. لماذا قال لم يلد ولم تولد؟ لماذا قال لم يلد ولم يولد؟ لماذا لم يقل لا يلد ولا يولد؟ لماذا لم يقل لن يلد ولن يولد؟ لماذا قال لم يلد ولم يولد؟ هذه إشارات لكم، اقرؤوها، تدبروها، تفكروها. أمر غريب وعجيب، من منكم يقرأ سورة الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ماذا تعني كلمة الخناس؟ ماذا تعني كلمة الوسواس؟ ولماذا بعدها يقول من الجنة والناس؟ من هم الجنة؟ من هم الجن؟ من هم الجان؟ من هو المارد؟ من هو العفريت؟ من هو الشيطان؟ كل هذه أسماء وصفات وميزات كان علينا أن نعرفها. نقرأ هذه الآيات كل يوم ومعانيها غائبة عنا. كل هذا وللأسف لا زلنا نتحاور ونتكلم ونعلم بعضنا بعضا من هنا ومن هناك. لكن للأسف الشديد، عندما الإنسان لا يقبل على نفسه التغيير فكيف يطلبه من الآخرين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. من منكم لا يقرأ القرآن؟ من منكم عندما يقرأ يا أيها النبي، انتظر لحظة، ومرة نقرأ يا أيها الرسول؟ لماذا الله مرة يقول يا أيها النبي ومرة يقول يا أيها الرسول؟ وما الفرق بين الكلمتين والنداءين؟ أين السر في ذلك؟ نقول فلان مات، الله قبض روحه، نعيش عالم الأرواح، ونقول أرواح شريرة، أرواح خبيثة، وهذه روح نتنة. هذه أقوال حرام. من منكم يعلم ماذا تعني كلمة الروح التي قدسها الله عز وجل؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هي أمر الله، فكيف نصف أمر الله بأنه والعياذ بالله أرواح خبيثة أو أرواح شريرة؟ روح خبيثة أو روح شريرة؟ الروح إذا كانت أمر الله كيف توصف بهذا الوصف؟ بأي كتاب يكتبه كاتب أو يؤلفه مؤلف كيف نقبل على هذا أن يكون ونحن مسلمين؟ السبب، تعودنا أن نقرأ القرآن الكريم ولم نتعود أن نفهم الكلمة. هذه هي الحقيقة. لم نجرب في يوم من الأيام أن نسأل أنفسنا ماذا نقرأ. سلمنا رقابنا لفلان وفلان، هم يقودونا، هم يستعبدونا من حيث ندري أو لا ندري. الله عز وجل خلق المسلم ويسر له أسباب الدراية، بدأها بالفطرة، فأي فطرة عندكم استغلوها، فالفطرة غالبا ما يكون فيها خير، لأن الفطرة من الله، والله لا يكون منه إلا كل خير. لن أكتفي معكم إلى هذا الحد. عندما نقرأ عن أنبياء الله وقصة فلان وقصة فلان، من منكم لم يقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كلكم قرأتم هذه السورة، ولكن هل فهمناها بحقيقتها؟ الجواب لا، نظن ذلك، لكن رأيناها بأفلام ومسلسلات، وسمعناها بقصص وحكايات، لكن لم نقرأ ونتفكر ونتدبر في الآيات. هذه لا. لماذا اعتمدنا على غيرنا؟
لم نجرب بأنفسنا والكتاب بين أيدينا. يوسف عليه الصلاة والسلام ملك جمال العالم، سحر امرأة العزيز والنسوة قطعن أيديهن لشدة جماله. أنا أصدق، لكن من أين جئتم بهذه الكلمة؟ من أين جئتم بأنه كان ملك جمال العالم؟ أمركم غريب وعجيب، تنسبوها إلى القرآن وتقول الله قال في القرآن. قرأنا القرآن كله لم نجد هذا الكلام. ما السر إذن؟ ما هي قصة يوسف الحقيقية من القرآن لا من هذا ولا من ذاك؟ إذا لم يكن شدة جماله هو السبب في كل القصة والرواية، فما هو السبب إذن؟ إذا أردتم أن تعرفوا السبب الحقيقي اقرأوا هذه السورة، سوف تجدون المعجزة في داخلها. قصة حقيقية من الله عز وجل تطابق وتوافق القرآن الكريم، يقبلها عقل أي إنسان في الكون. هذه الحقيقة. ولكن عندما يكون هناك معلومة خاطئة تنتشر بين الناس، عندما نأتي بها إلى القرآن الكريم، القرآن يرفضها جملة وتفصيلا. نحن مقصرين في حق هذا الكتاب العظيم حقيقة، وقبل أن نكون مقصرين نحن قصرنا بحق أنفسنا أولا، لأننا نحن أصحاب المصلحة والله غني عن العالمين. نحن مصلحتنا مع الله، علينا نحن أن نسعى إلى الله، لكن للأسف لا نعرف الفرق بين الاتكال والاتكاء. هذه مشكلتنا. فإلى متى يجب أن نغير؟ يجب أن نبدأ التغيير، يجب أن يكون لنا قلوب صافية ونوايا حسنة ومقاصد طيبة، والتيسير والتوفيق من الله عز وجل. أعرف هذه تساؤلات كلها تنتظرون الإجابات عليها، ابحثوا أولا، فإن لم تجدوا سنحاول في كل مرة أن نقدم لكم الفائدة، ولا نريد إلا أن يرضى الله عنا وعنكم. شكرا لكم، وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بصماتها إلا مثالا يحتذيه الساعي إلا